سي محمد سهيل انا عرفته لاعب، اولا عرفته لاعب وكان من اللاعبين الكبار، كان لي شرف انني درس معاه حوار في الدار ديالو عقب العوده ديالو من تجربه برتغاليه. اللي كيتميز به سي محمد سهيل عن كثير من اللاعبين انه لاعب ومثقف، كان شاعرا، كان يعشق الكلمه، كان يعشق النغم، كانت له كتابات. اكثر من ذلك ما لا يعرفه كثير من الناس هو انه كان صحفيا ايضا، كان يساهم معنا في جريده الايام بعمود صحفي، عمود كل اسبوع كان من الاعمده الجميلة جدا لأنه كان يحكي فيها تجاربه ويقدم آراءه في الكرة. إذن كان أيضا صحفيا وكان مثقفا وعاش في بيئة كان والده ضابطا في القوات المساعدة، واللي كنقولوا ولد مخزني ولادك تعرف راه كيمنعوا أنه يلعب كرة وكيكون كيخضع لواحد السلطة، لأن دائما ديك السلطة ديال الأب كيجيبها للمنزل. العموم سي محمد خد عدة تجارب، أنا رافقته في تجربة في نادي العين الإماراتي وعشت معاه بعض الأيام في العين، كان مربيا وفي نفس الوقت كان حكيما وكان رجل مواقف، كان مدربا ولكن بأنفة وبكرامة أيضا، كان بإمكاني أن يفسخ عقدا لمجرد نظرة غاضبة من مسير. هذا هو السي محمد اللي عرفناه. السي محمد كن بغى يبقى في الدومين لسنوات ويلتصق بالكرسي لسنوات، كان غادي يتخلى على بعض المبادئ ديالو ولكنه تمسك بالمبادئ ورمى بالكرسي. هذا هو السي محمد، السي محمد اللي فيه اجتمع فيه ما تفرق في غيره من المدربين. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.